بسم الله نكمل. جت شركات قالت لك انت لما جيت اشتغلت هنا مش اشتغلت بكباستر للمروحه وكباستر للكباس؟ مظبوط. جت شركات قالت لك لا انا هعمل لك كباستر مزدوج السعه. الفكره كلها ان هو جاب اتنين كباستر وراح جابهم في بعض. مش انت لما كان عندك الدايره هنا اهو كان طرف كهرباء، شايف الطرف الارض ده؟ مش ده كان رايح للارضي وطرف الارض بتاع المروحه راح للارضي؟ هم جمعهم مع بعض تمام، وراح عمل مكثف ثلاثي او بيقول لك عليه المكثف المزدوج، مزدوج الساعه او الثلاثي. وده هتلاقي ان الكباستور عامل لك زي ما هو موجود قدامك كده في ثلاث اطراف. الثلاث اطراف دول عمل بيهم رموز. ايه الرموز اللي عملها؟ قال لك الطرف المروحه هو مين؟ الفان. وطرف اللي جمع ما بين الكباس والمروحه سماه سي مشترك. والكباس لان الكباس كان بيرمز لها برمز السي، فعشان ما يحصلش لخبطه راح مسميه هير. ماشي؟ فاي كباستور ثلاثي هتلاقي ثلاث حروف هير وفان وسي. الكباستور لما كان موجود الجهاز اللي احنا كنا شغالين عليه ده كان كباستور كام؟ كان كباس كان 35 والمروحه كان 5. مظبوط. فهتلاقي ان في كباستورات ادي اهو يقول لك مثلا ايه مزدوج الساعه 45. ده هنا بيقول لك ان في الكباستور ده 40 على الهرم، لا ما الهرم والسي، وخمسه على الفان والسي. يعني بمعنى اصح هو عمل لك دايرتين، عمل لك دايرتين يعني يقول دمج طرف الار. مش انا لما كان عندي، لما كان عندي هنا اهو كان طرف الار ده هو رايح للارضي وطرف الار للمروحه رايح للارضي الاثنين، وكان الاس كان رايح على الكباستور، والسي اسف والاس هنا برضه رايح على الكباستور. هو لما جه هيجي بقى يعمل ده كباستور ثلاثي خلى الاس بتاع المروحه سماه مين؟ سماه اف اللي هو فان، والاس بتاع الكباس سي سماه لا هير. والار بص مش الطرف ده والطرف ده هما الاثنين حاجه واحده. مظبوط. وكان في دواير كان قبل كده كان بيجمعهم يعمل لك المشترك بدل ما يعمل كده على كباستور من الكباستورات. ادي اهو عمل لك اس المروحه اللي هو الفان، واس الكباس اللي هو الهرم، وار الكباس وار المروحه على السي. في مشكله؟ طيب زي ما احنا اتفقنا. طب لو هنا ده هنا دلوقتي مجموعة، ده هنا دلوقتي ده الكارت اللي انتوا شغالين عليها بس الكباستور بايه؟ ثلاثي بالمقاومة. لا ده ثلاثي بس هي بي تي سي اللي هي المقاومة الحرارية. هل ده هيفرق معايا في حاجة في توصيلة الكارتة؟ مالهاش دعوة. توصيلة الكارتة أنا بالنسبة لي بقى عندي الكباس ده طرف السي وطرف الأر هما دول ال 220 ايا كانت الدايره اللي هحط فيها الكباس هي اللي ايه؟ اللي هتشتغل بيها. دي دايره اثنين كباستور وريلي وريلي فولت اللي احنا ما شرحناهاش، هتلاقي برده نفس الكلام. تمام؟ هنعمل احنا بقى ايه دلوقتي؟ عايزين دلوقتي الدايره اللي احنا لسه مجربينها. بس بكباستور هناخد كباستور ثلاثي، مش احنا لسه مجربين الدايره دي. مجربين الدايره دلوقتي. باتنين كباستور وده لسه موجوده ما شلناهاش. مظبوط. هناخد كباستور ثلاثي ونعدلها. ماشي. بحيث ان انت يبقى عندك حريه الاختيار ان انت لو طلع في اتنين كباستور يبقى ايه؟ يبقى انت عايز وانت لما تيجي تشتري وعايز تجيب كباستور ثلاثي هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل. او العكس بعد ما نعملها ثلاثي لو انت عايز ترجعها باتنين كباستور تروح عامل ايه؟ ترجعها عادي. هنعمل الكلام ده عملي. الحاجة المهمة اللي عايز أقولها تاخد بالك إن الكباستورات ده الأغلب بيبقى 5 35 40 أيا كان، يعني بيبقى دايما بتاع المروحة الكباستور الخاص بالمروحة هو 5 مايكرو فراد، بس في كباستورات، في كباستورات تاني 2.5، في كباستورات 3. ممكن يكون في الشراء والبيع أقل شوية. الشاهد من كلامي إيه؟ إن أنت لما هتيجي تعمل لازم تبص على البيانات. ما تجيش مثلا مروحة الكباستور بتاع المروحة 2 أو 3 وتيجي انت تروح يقول لها اعملوا كباستور ثلاثي تحط 5 فتحرق المروحه.
فهمت؟ انا بس باكد على ايه؟ انك لازم لما تيجي تعدل او تغير قطعه غيار لازم تبص وتتاكد من القيم. تمام؟ وقف ونعملها عمليه. بسم الله. دلوقتي احنا اهو دي الدايره اللي احنا كنا لسه مجربينها في الفيديو اللي فات. ادي كبستر المروحه وادي كبستر الكباس. انا هنا بالنظر مجرد ما انا اطلع لجهاز وانا عارف ان ما حدش لعب فيه، بالنظر اقدر احدد مين الاس ومين الار، ان طبيعي ان الاس هيبقى فرده لوحده والار هيبقى طرف من مروحه مع طرف كهرباء، صح؟ نفس الكلام بالنسبه للكباس، الاس هيبقى لوحده والار هيبقى مع طرف كهرباء هيبقى موجود. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ هجيب كبستر ثلاثي. طبعا لازم تراعي زي ما احنا كنا لسه قايلين، تراعي القيمه الفعليه بتاعته. انا هنا ده الهرم، هو مش هتيجي هنا مظبوطه، وده الفان وده السي اللي هو حاجه. هاجي اروح واخد المروحه، مش ده الار؟ ده الار. هروح شايل سلكه الار واروح حاططها في الفان، ماشي. وده مش ده الار؟ ار الكباس. ده ار الكباس. هروح حاططها في الهير. انا عندي هنا دول اس الكباس. نعم اسف اس الكباس، اس الكباس احطها في الهير. لا الله ينور عليك، كنت انا غلطت، عملتها صح بس قلت بالغلط. ماشي، يبقى تاني اهو الفان اس المروحه، اس المروحه، والهرم اس الكباس. انا دلوقتي عندي هنا اهو، مش دول الطرفين دول، ده اس، ده ار ايه؟ ده ار المروحه، ار الكباس. ادي احطها في السي. وده ار ايه؟ مروحه. ار المروحه احطها في السي. مش انا عندي الطرفين دول واحد، ده كان طرف ارضي وده كان طرف ارضي، مظبوط صح؟ ادي اهو ده رايح على الارض وده رايح على الارض. هاخد واحد بس احطه عليهم، والطرف الثاني هعمل ايه؟ هشيله. شيله، تمام. نجرب، حط الفيشه، هات بنس الامبير، هات بنس الامبير. افرض الكباستر اللي انا جايبه ده انا ما قستوش، افرض بايظ، مش هيسحب لك امبير عالي؟ يبقى احنا عارفين. ماشي، حط الفيشه. ادي الكباس اشتغل، الامبير كام؟ 4. 4 ده عشان الكباس مش مشحون ومروحه وكباس مع بعض. تمام. ماشي، نفس الكلام لو انا جيت وقت فاصل، المروحه نزلت على اللو والكباس فصل. لو انا جيت شغلت تاني، المروحه رجعت على العالي وما حصلش ان الكباس اشتغل. تمام؟ تمام. خلاص افصل. لو انا هنا دلوقتي عايز ارجعهم، كان في كباستور ثلاثي والقيم بتاعته مش متوفره وانا عايز اجرب الجهاز وانا معايا كباستورات منفصله، هعمل ايه؟ هاخد ده اس الكباس اللي هو كان في الهرم، هاخده اروح موصله اهو على كباستور، واخد اس المروحه واروح واخدها على كباستور. ده ار الكباس واخده على الكباستور، وده هنا اهو ار المروحه. تمام. المفروض بقى انا هنا ايه؟ اعمل سلكه من هنا. طب ما مش في حاجات شركات بتعملها من هنا؟ مش هي هي؟ طبعا دايما بعيد، المفروض ده يبقى على روزتات، ها مش كده؟ هي هي كده، لو جينا شغلنا هيشتغل، صح؟ مش هيشتغل عشان الاربع دقايق لسه ما عدوش.